ولاء السلامين، مراسلتنا من رام الله. ولاء، كيف تتفاعل الضفة الغربية بأكملها مع هذا الحادث، أو بالأحرى الحادثين، استشهاد الرجل الفلسطيني الذي نفذ هذه العملية بالشاحنة، ومن بعد ذلك استشهاد الشاب أو الطفل الفلسطيني الذي ترك ينزف دون تقديم المساعدة له؟ نعم، أهلا بكم. يعني ليس بجديد على جنود الاحتلال بترك طفل ينزف حتى الموت بدم بارد اعتدى جنود الاحتلال عليهم، ثم إطلاق وابل من النيران على جسده النحيل. نتحدث أيضا عن ما حدث صباح هذا اليوم، بأنه يعني شاب يبلغ من العمر أو مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 41 عاما، يدعى داود درس من مخيم دير عمار. هذا الرجل الذي اعتدى عليه جنود الاحتلال الأسبوع الماضي بالضرب المبرح، ما أدى إلى يعني غضب شديد على ما يبدو وحسب المصادر العائلية التي تحدثت بأنه قد ضرب من جنود الاحتلال الأسبوع الماضي. الآن نتحدث عن ارتقاء هذا المواطن داود درس الذي يبلغ من العمر 41 عاما. ما حدث صباح اليوم أنه استقل شاحنة يعني كتب عليها باللوحة الصفراء التي تسمح له بالدخول إلى الداخل المحتل، ومن ثم بعد 10 أمتار من دخوله إلى من حاجز بيت سيرة تم يعني مهاجمة الجنود الإسرائيليين بعد 10 أمتار من وجودهم عن هذا الحاجز، ما أدى إلى إصابة 7 جنود من قوات الاحتلال. بعد ذلك أعلن عن مقتل الجندي الإسرائيلي في مكان العملية، وبعد ذلك لاذ بالفرار. لربما كان يريد أن يعني يذهب إلى حاجز آخر من حاجز نعلين، ولكن اصطدم بجنود الاحتلال الذي أمطرته بوابل من النيران على الشاحنة وأيضا عليه، وبعد ذلك تم يعني نقله إلى المستشفيات الإسرائيلية، وبعد ذلك تم التأكيد من قبل وزارة الصحة وإبلاغ الشؤون المدنية والارتباط المدني باستشهاد المواطن داود درس الذي يبلغ من العمر 41 عاما. على ما يبدو أن هذا الحدث هو مرتبط بالضرب الذي يعني أوسعه جنود الاحتلال قبل أسبوع، وهو يمر عن الحاجز للدخول للعمل داخل الأراضي المحتلة، وذلك يعبر عن الانتقام الفلسطيني لما يحدث معه على الحواجز الإسرائيلية، وأيضا على ما يبدو أن هناك يعني دافع كبير لأن يكون هناك يعني بأن يقوم بهذه العملية التي قام بها صباح هذا اليوم. الآن نتحدث أيضا عن تقييم أمني لوزير جيش الاحتلال يوآف غالانت الذي تحدث عن التقييم الأمني في الضفة الغربية. نتحدث عن سموتريش الذي زار مكان العملية وقال بأنه هذا الإرهاب الفلسطيني لا نستطيع السيطرة عليه، ويعني لربما هناك يعني مزيد من الإجراءات الأمنية التي ستكون على هذا الحاجز وأيضا على الضفة الغربية بعد هذه سلسلة من العمليات التي يعني نشهدها بين يوم وآخر في الضفة الغربية. أخيرا ولا فيما يخص ردات الفعل الآتية من الحكومة الإسرائيلية في مرحلة كهذه، أخذا في الاعتبار أن الشهيد الذي نفذ هذه العملية كان يحمل تصريح عمل في الداخل الإسرائيلي، هل هناك ردات فعل مرتبطة بأمر كهذا؟ نعم، بالعادة يعني عندما يكون الشاب الفلسطيني يحمل تصريح عمل إلى الداخل المحتل يكون هناك يعني وضع كل العائلة ب يعني المنع الأمني لعدم يعني إصدار التصاريح اللازمة لهم سواء العمل أو حتى دخولهم إلى المستشفيات وغيرها من التصاريح التي يمكن إعطائها لهذه العائلة. ونتحدث يمكن يعني اقتحام بيت الشهيد وأخذ قياسات للمنزل كما هو معتاد من السياسة الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وهدم هذا المنزل. هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 41 عاما متزوج ولديه 5 أفراد من العائلة داخل المنزل، لربما يعني بالأيام القادمة سنشهد هدم لهذا المنزل. شكرا جزيلا لك من رام الله ولاء السلامين، مراسلتنا كنت معنا على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا.